ناخذ جولة فيه إن شاء الله. خليكم معنا إن شاء الله تستمتعون. وهذا هو جبل سلا. وهذه إحدى المدارس الموجودة في جبال سلا للبنات طبعا. أنا الآن متواجد في إحدى قمم جبال سلا. شوف الجبال من حولي وشوفوا هذا المنظر الجميل والخيالي. جبال سلا تسكنها 4 قبائل: بني معين وبني حريص وبني ودعان وآل جابر، وهي تابعة إداريا لمحافظة العارضة. هذه أحد المنازل الأثرية في جبال سلا. هذه هنا قرية الكروس، وهذه قرية السلمين، وهنا إطلالة على محافظة العارضة من أعلى قمة في جبال سلا. ومن الأشياء الغريبة اللي شفتها في جبال سلا هذا البئر. هذا البئر موجود في جبال سلا وفي رأس الجبل، وسمى هذا البئر بئر البقع في جبال سلا. وأيضا هذه إحدى المنازل الأثرية. المنازل الأثرية هنا ميزتها إنها باقي مأهولة بالسكان، غير الجبال الأخرى مثل جبال فيفا، جبال العبادل. هذه كانت جولتنا اليوم في جبال سلا، طبعا من الأماكن السياحية والجميلة اللي زرتها في منطقة جازة. طبعا رافقني في هذه الرحلة الأستاذ عبد الله الجابري، عضو اللجنة السياحية بمحافظة العارضة. أهلين أستاذ عبد الله. هلا، مرحبا بكم أخ عبدو. نرحب بكم في قمم جبال سلا، وأنتم تزورونها هذه الليلة لإطلاع على المعالم السياحية لهذه الجبال. جبال سلا غنية عن التعريف، فيها مواقع سياحية كثيرة، نتمنى لكم زيارة لاحقا إن شاء الله. شكرا أستاذ عبد الله. هذا جبل في موقع يسمى الكروس في جبال سلا. صاحب هذا المنزل كان له منزل شعبي، ثم بدأ طوره إلى أن وصل إلى البناء الاكتمال البناء المسلح فيه، وهو يعتبر يعني في أعلى القمم في جبال سلا. ألقاكم إن شاء الله في تغطية أخرى وفي جولة أخرى وفي أماكن جميلة أخرى. ليلتكم سعيدة في أمان الله.